كمل الموضوع على الاي سكوير سي. في هذه الابليكيشن راح نوصل الار تي سي اللي هي ريل تايم كلوك المايكرو كنترول عن طريق البروتوكول اي سكوير سي. عندي هذه الدائرة استخدمت فيها البيك 16F877A، عندي شاشة ال LCD موصلة في البورت B، موصلة من القطب B2 إلى ال B7 أوكي. وهنا عندي هذه شريحة ال RTC اللي هي DS1307. هنا موصلين ال SCL مع ال SCL حق المايكرو كنترولر اللي هو سيريال كلوك، بعدين السيريال داتا مع السيريال داتا حق ال RTC اللي هي ريل تايم كلوك. بعدين قلنا لا ننسى توصيل ال I2C debugger عشان يشتغل عندي في المحاكاة، عشان التطبيق يشتغل عندي في المحاكاة، فلا بد اني اوصل هذا العنصر. طبعا نوصل السيريال كلوك مع السيريال كلوك، وايضا السيريال داتا مع السيريال داتا. نشوف الداتا شيت حق ال RTC، شريحة ال RTC. عندي الشريحة اللي هي DS1307 من انتاج شركة ماكسيم انتجريتد. هنا عندي اول شيء اشوف الاقطاب، عندي ال VCC هذا وصله بجهد المصدر، وهنا عندي الجراوند هذا بالارض اوكي. بعدين عندي قلنا السيريال كلوك نوصله مع السيريال كلوك حق المايكرو كنترولر، والسيريال داتا مع السيريال داتا. بعدين هنا عندي من خلال هذا القطب اقدر اوصل فيه بطارية. طبعا البطارية تفيدني في ايش؟ ان اذا انقطع عندي الباور تكون عندي بطارية اوكي، فاضمن انا كده ان الساعة راح تكون شغالة اوكي. وهنا عندي قطبين X1 و X2، لازم اوصل كريستال اكسترنال كريستال اوكي، لان قلنا ال RTC راح تولد زمن اوكي، راح يكون راح اقرا من خلال الزمن اوكي، فلا بد ان تكون في عندي نبضات اوكي، هذه تيجي من الكريستال، نوصل هنا كريستال اوكي. لو نجي هنا في المحاكاة نشوف عندي هنا قطب ال X1 وال X2، هنا عندي ال X1 و X2 موصلين كريستال، قيمة تكون 32768 هرتز اوكي. عندي هنا في الصورة لو نشوف عندي هذه دائرة جاهزة فيها شريحة DS1307، وعندي هنا الكريستال، لو نلاحظ هذا صورة الكريستال هذا شكله. وهنا عندي البطارية، قلنا البطارية نوصل الأرضي مع الأرضي، والموجب نوصله بالقطب حق البطارية اوكي. وبعدين عندي من خلال هذا القطب راح يطلع لي نبضات اوكي، راح نتكلم عنه. هنا عندي هذا التوصيل اوكي، قلنا عنده في الاكس 1 والاكس 2 نوصل الكريستال اوكي، والفي سي سي نوصل مع جهد المصدر. وهنا عندي الجي ان دي اللي هو الارضي نوصله مع الارضي، وقلنا البطاريه هنا عندي بطاريه نوصل الارضي حق البطاريه مع الارضي مع الارضي حق الدائره نفسها، وعندي الموجب نوصل القطب البطاريه اللي هو في بات اوكي، اختصار للباتري. والاس دي اي اللي هو سيريال داتا نوصل مع السيريال داتا حق المايكرو كنترول. هنا عندي متحكم اوكي، متحكم او سي بي يو، هذا الماستر عندي اوكي، فانا اوصل السيريال داتا مع السيريال داتا حق المتحكم، والسيريال كلوك مع السيريال كلوك. وهنا عندي البول اب ريزيستر، هنا عندي البول اب ريزيستر اوكي. بعدين هنا عندي اوصل هذا ايضا، هذا القطب اللي قلنا بيطلع من خلال النبضات راح نوصله ايضا نسوي له بول اب ريزيستر اوكي. طبعا هذا التوصيل بسيط جدا اوكي، نفس المحاكاة هنا عندنا نرجع شوف، هنا عندي
X1 X2 ثم أصير كريستال زي ما قلنا. هنا عندي ال SCL وال SCL موصلين مع السيريال كلوك حق المايك كنترول والسيريال داتا مع السيريال داتا. هنا عندي موصلين هذا قطب البطارية، أوكي. هنا عندي الموجب حق البطارية، يعني هذا مثال عندي، أوكي. عندي قلنا الموجب حق البطارية نوصل هنا والأرضي مع الأرضي، أوكي. فأنا هنا مثال عندي نقدر نتخيل إن هذه بطارية، أوكي. بعدين باقي عندي هذا القطب اللي قلنا من خلاله راح تطلع النبضات، موصلة قلنا نوصل بول أب ريزيستر قاومة رفع، حطينا 10 كيلو، أوكي. فكده تكون قيمتها 1، أوكي. وهنا عندي ليد، موصل ليد، موصل ليد طبعا هنا مقاومة حق الليد 150 أوم، أوكي. هنا موصل ليد عشان كل نبضات تشتغل عندي، في كل نبضة يعني في كل نبضة تشتغل عندي ال ال دي، اوكي. يكون عندي توجل، اوكي، اون اوف اون اوف، اوكي، مع كل نبضة يشتغل ويطفى. فهذا الليد يعني حطيته بس عشان اعرف النبضات، اوكي. فانا كده راح يفيدني ان كل ثانية كل ما يتغير الوقت كل ثانية يشتغل عندي الليد ويطفى، اوكي. هنا عندي مسجل التايم كيبر ريجستر، مسجل مهم راح اقدر من خلاله اني اضبط اعدادات شريحة ال RTC. عندي في العنوان 0، طبعا هذا المسجل ما راح نستخدم العنوان الاخير، عنوان رقم 8 اللي مكتوب عليه الرام ما راح نستخدمه. عندنا من 0 إلى 7، اوكي. فالعنوان 0 عندي راح اقدر من خلاله اضبط الثواني. بعدين عندي العنوان 1 حق الثواني، عندي العنوان 2 حق الساعات hours، بعدين عندي رقم 3 عنوان الثالث هذا day of week، اوكي، من 1 إلى 7، اوكي، ايام الاسبوع. بعدين عندي طبعا هذا day of week هنا موجود عندي، يعني مثلا اذا خليت مثلا يوم الاحد، اذا 1 يساوي يوم الاحد، اوكي. يعني انا في خلال هذا اليوم خليته 1 وكان عندي يوم الاحد، اوكي. فكذا تلقائيا راح يزيد، يعني بعد يوم الاحد اللي هو يوم الاثنين وش راح يكون؟ راح يكون 2، يوم الثلاث 3، وهكذا، اوكي. فهذا راح يحدد لي، راح يرقم لي ايام الاسبوع، اوكي. بعدين عندي العنوان الرابع اللي هو حق اليوم، اوكي، في التاريخ يكون عندي طبعا من 1 إلى 31، اوكي. بعدين عندي الشهر، شهر طبعا في السنة عندنا 12 شهر، اوكي. فمن الواحد الى الرينج من 1 إلى 12، اوكي. بعدين عندي العنوان السادس حق السنة، اوكي، الير. طبعا هنا عندي الرينج الى 99، يعني نقدر نخلي مثلا من 2000، نبدأ من 2000 مثلا 2015 مثلا، نحن في 2015، من 2015 بيحسب الى 99، 2099. بعدين هنا عندي العنوان الاخير هذا الكنترول ريجستر، هذا من خلاله اقدر اتحكم في بعض الاعدادات الخاصة، اوكي. نيجي هنا نشوف نفس هذا الريجستر عندي هنا اللي هو كنترول ريجستر، اوكي. عندي في البت 0 والبت 1 اللي هي الار اس 1 والار اس 0، هذه البتين راح تخليني اتحكم بالتردد حق السكوير ويف. نحن قلنا عندنا قطب راح يطلع نبضات، راح يطلع سكوير ويف موجة مربعة، فانا من خلال هذه البتين اقدر اتحكم بالتردد حق هذه الموجه المربعه، اوكي. فلو ننزل تحت هنا نشوف عندي الار اس 1 والار اس 0، اذا خليتهم 0 0 راح يكون عندي التردد 1 هرتز، يعني كل نبضه في الثانيه، يعني كل ثانيه بيكون عندي نبضه واحده، اوكي. واذا خليته 0 1 بيكون عندي 4.096 كيلو هرتز، اوكي.
يعني هذه البتين راح تضبط التردد، اوكي. وهنا عندي البتين 2 و3 غير مستخدمات 0 0، اوكي. بعدين عندي البت الرابع راح يفعل هذه الخاصية، يعني اذا خليته انيبل خليته بواحد راح الاحظ ان السكوير ويف يعني من خلال القطب راح الاحظ هذه النبضات، اوكي. بعدين عندي في البت الخامس والسادس ايضا عندي هنا بتين غير مستخدمات 0 0، اوكي. بعدين عندي البت السابع هذا الاوت، اوكي، هذا راح يتحكم بمستوى الخارج، اوكي، حق نفس القطب، اوكي، حق اللي قلنا بيطلع من خلال النبضات، اوكي. نيجي نشوف الكود، راح نشرح هذا كله بالتفصيل وراح نضبط الاعدادات ونشرح كيفية استخدامه ان شاء الله. نشوف الكود. عندي هنا في البداية أقطاب ال LCD اللي قلنا موصلين في البورت B، عندي هنا ال LCD موصل من ال B2 إلى ال B7، أوكي. بعدين عندي هنا متحولات خاصة بالتايم، أوكي. قلنا أول شيء هنا عندي مصفوفة راح أخزن فيها التايم اللي هو الوقت المحول الى سترينج. طبعا نحن نعرف ان التايم الوقت يعني يتكون من عده اشياء اللي هي الثواني والدقائق والساعات، اوكي. فهذه كلها انا راح احطها في مصفوفه واحده واحولها الى نص واحطها في مصفوفه واعرضها في ال LCD، اوكي. فطبيعي يكون عندي مصفوفه. بعدين عندي متحول عباره عن بايت راح يخزن الثواني، عندي ايضا متحول ثاني بايت راح يخزن الدقائق، وعندي متحول بايت راح احط فيه الساعات. هنا عندي متحول من نوع بايت بحط فيه الويك دايز اللي تكلمنا عنه، ايام الاسبوع من 1 الى 7، اوكي. وهنا عندي هذه المتحولات الخاصة بالتاريخ، اوكي. طبعا هنا عندي متحول بايت راح اخزن فيه اليوم، وعندي هنا ايضا بايت راح اخزن فيه الشهر، وهنا راح اخزن السنة، اوكي. طبعا كل هذه راح احولها الى نص واحطها في المصفوفة اللي اسمها date يكون فيها التاريخ. ننزل main function، عندي هنا الدالة الرئيسية. في البداية عندي اول شيء هذه الدالة اللي فيها التعريف راح نشوفها، عندي تعريف ال LCD، بعدين تعريف ال I2C. هنا عندي الكلوك 100 كيلو هرتز. نرجع للمين فانكشن، كده خلصنا من دالة التعريف. بعدين عندي هذه الدالة، هذه الدالة راح اضبط من خلالها الاعدادات حق شريحة ال RTC، اوكي. فانا سميت هذه الدالة set time date، يعني راح اضبط الوقت والتاريخ. نروح نشوف الدالة، هذه الدالة هذه الدالة أول ما أدخل فيها راح ألاقي فيها هذه، لو تلاحظون أول ما أدخل في الدالة راح تستدعي دالة ثانية، أوكي. لأنه قلنا عشان نضبط الإعدادات لابد أن نرسل القيم للساعة عن طريق الـ I2C، أوكي. فأنا عندي أول ما أدخل في هذه الدالة راح أجد مباشرة راح تستدعي دالة ثانية، أوكي. هذه الدالة راح نشرحها بالتفصيل إن شاء الله. أول شيء نشوف عندي هنا أرسلت قيمتين في هذه الدالة، أوكي، اللي هي عندي هنا الزيرو وبعدين هذه القيمة، أوكي. نحن قلنا في الريجستر، هنا عندي في هذا الريجستر إذا بضبط الثواني والساعات وبقية الإعدادات، فعندي هنا هذه كلها معنونة، أوكي. فأنا العنوان قلت زيرو اللي هو للثواني، أوكي. فأنا جيت هنا في هذه الدالة أرسلت، عندي الدالة تستقبل قلنا قيمتين، أوكي.
الأول له عنوان الريجستر، أوكي؟ بعدين عند القيمة، يعني أنا كأني قاعد أقول للدالة عندي في الثواني أبغى أحط هذه القيمة، أوكي؟ وعندي في الدقائق أبغى أحط هذه القيمة، أوكي؟ وهكذا. هنا عندي في الثواني وش سويت؟ كتبت هذه القيمة 80. طبعا هذه 80 بال عند هذه 80 بال في سي دي، اوكي؟ لو اجي هنا احولها عشان نفهمها. طبعا شريحة ال RTC تعطينا القيم عن طريق ال PCD، ونحن شرحنا ال PCD بالتفصيل في الفيديو رقم 54. في الفيديو شرحنا كيف نقدر نحول يكون عندي قيم، وكيف اقدر احولها الى البي سي دي، شرحنا بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو رقم 54. طبعا هنا عندي وش قلت في العنوان الخاص بالثواني ارسلت هذه القيمه، اوكي 8 صفر، طالع عندي واحد بعدين 7 اصفار، اوكي؟ لو نجي هنا نشوف عندي طبعا هنا العنوان صفر حق الثواني، هنا عندي هذه السبع بتات، اوكي؟ الثمان بتات عفوا، من الزيرو الى السبع ثمان بتات. فانا عندي في البداية حطيت واحد، يعني قيمة السي اتش يكون بواحد، والبقية قلنا البتات 7 اصفار، اوكي؟ يعني صفرت الثواني، هذا حق الثواني صفرته، اما البت السابع خليته بواحد اللي هو السي اتش. تلاحظون هنا هذا عندي واحد، بقية صفرته، اوكي؟ لو نيجي نشوف السي اتش وش فائدته؟ ليش خليت هذا بواحد والبقية اصفار؟ طبعا الثواني عارفين ليش، لان في البداية ابيها ريست، ابي الثواني تبدا تعد من جديد، واحد اثنين ثلاثة، فصفرته، اوكي؟ وهنا عندي هذا السي اتش اللي هو في البت السابع حطيناه بواحد. لو نيجي هنا فوق نشوف السي اتش يقول لي اذا كان بواحد راح يسوي الديسيبل للاوسليتر، اوكي؟ يعني في البدايه راح اطفي الاوسليتر، اوكي؟ اما اذا حطيته بصفر راح يشغله، اوكي؟ نحن في البدايه راح نطفيه، اوكي؟ بعدين راح نشغله من جديد، اوكي؟ راح نطفيه ونصفر الثواني، بعدين اذا خلصنا الاعدادات راح نشغل الاوسليتر عشان يبدا يحسب، اوكي؟ بعدين عندي في العنوان واحد اللي قلنا خاص بالثواني، عفوا بالدقائق، ارسلت 19، اوكي؟ طبعا بهذه الطريقه نرسلها 19، اوكي؟ فانا عندي هنا ارسلت 19، اوكي؟ طبعا هذه قلنا بالبي سي دي، اوكي؟ فاول ما ارسل هذه تكون عندي، راح تفهم شريحه الار تي سي انها 19، اوكي؟ فانا اجي لو اشوف المسجل حق قلنا الدقائق اللي هو في العنوان واحد، عندي هنا في العنوان واحد ارسلت 19، يعني خليت الدقائق 19، اوكي؟ بعدين عندي في العنوان اثنين، لو نجي هنا في العنوان اثنين حق الساعات خليت 4، اوكي؟ 04 يعني 4، اوكي؟ 0 اكس بعدين 04، اوكي؟ بالبي سي دي، يعني خليت الساعات 4. بعدين اللي بعده قلنا هذا بيكون في حق الويك، حق الويك دايز، اوكي؟ هذا نمبر اوف ويك، اوكي؟ ف هنا عندي حطيت 4، اوكي؟ يعني مثلا اذا كان اليوم الاحد وحطيته بواحد خلاص، يعني يوم الاحد اذا حطيته بواحد يعني يوم الاثنين بيكون اثنين، يوم الثلاث بيكون ثلاثة، وهكذا، اوكي؟ يعني بيزيد تلقائيا، اوكي؟ فانا عندي حطيت 4، ما يهمني، احنا نحط واحد ما عندنا مشكلة. بعدين هنا عندي عنوان رقم 4 اللي هو لو نجينا في الداتا شيت، طبعا هنا هذا خلاص خلصنا منه. بعدين قلنا عنوان رقم 4 اللي هو الديت، اوكي؟ تاريخ،
قلنا بيكون عندي من 1 إلى 31، هذا الرينج حقك هذا اليوم. اوكي حطيتها 28. طبعا هذا قيم عشوائية. اوكي هنا عندي العنوان 5 اللي هو للتاريخ للشهر عفوا، طبعا هي في تاريخ الشهر منه، العنوان رقم 5 في المنط، حتى عندي من 1 إلى 12 هذا الرينج حقه. اوكي لأنه في السنة عندنا 12 شهر، أنا حطيته 8. اوكي 08 يعني 8. اوكي بعدين عندي في العنوان 6 حق السنة حطيته 14، أو نقدر نخليه نفس السنة الحين احنا في 2015، حط 2015. طبعا هنا حطيت 15، قلنا الرينج بيكون من 0 إلى 99. لو نلاحظ هنا نرجع اليرز من 0 إلى 99. اوكي طبعا هذه الـ2000 اللي 20 نحن راح نكتبه. اوكي هذه نحن راح نكتبه، اما البقية هذه راح تزيد تلقائيا، نحن راح نضبطه من خلال الاعدادات. اوكي راح نشرحها ان شاء الله في الداله بالتفصيل. بعدين هنا عندي رقم 7، قلنا كنترول ريجستر. هنا عندي رقم 7 اللي هو كنترول ريجستر. اوكي فانا حطيت قيمته 10. لو اجي هنا احط ال 10 يعني حطيت اول 3 بتات في ريجستر، حطيت 3 اصفار. اوكي لو نيجي نشوف كنترول ريجستر، ننزل تحت هنا نشوف هذا كنترول ريجستر، يعني هنا هذا حطيت صفر. طبعا هذا قلت بيحدد مستوى الخرج حق القطب اللي راح يطلع لي السكوير ويف. اوكي هذا خلينا صفر. اوكي بعدين هذا غير مستخدمات ما يهمنا، صفر صفر. اوكي فهذه 3 اصفار في البدايه. اوكي هذه 3 اصفار. بعدين عندي هذا راح احطه 1، ليه؟ عشان يفعل لي، عشان تطلع عندي وش اسمه السكوير ويف من خلال القطب. اوكي ففعلا انا حطيت البت الرابع. طبعا نبدا من اليسار، هذا قلنا 3 اصفار، بعدين عندي هذا حطيته بواحد فعلا، البت الرابع لو نجي من هنا 1 2 3 4 هذا حطيته بواحد عشان يفعل لي، عشان تطلع عندي النبضات اللي سكوير ويف. بعدين عندي بعد بتين غير مستخدمات، لو نلاحظ تكون 0 0 فعلا هنا 0 0. اوكي بعدين اخر بتات نحن قلنا نبي بنحطه 1 هرتز. اوكي فهذول بيكونون عندي 0 0. اوكي يعني اخر شيء 0 0 هذين 0 0. لو ننزل تحت هنا قلنا ار اس 1 وار اس 0، هنا عندي راح اتحكم بالتردد، نحن نبي 1 هرتز. اوكي بعدين في النهاية قلنا وش راح نسوي؟ في البداية لو تذكرون قلنا راح نطفي الاوسيليتر ونسوي ريست للسكندز. اوكي؟ هنا راح نشغل الاوسيليتر فيبدأ عندي الحساب. اوكي؟ حطينا 0 0 كله 0 0، لو نجي هنا خلاص كذا كله اصفار. اوكي؟ طبعا هذا من اول خلينا 0. اوكي؟ ريست للثواني. اوكي؟ اللي يهمني هنا انا حطيت البت الاول اللي هو قلنا السي اتش حطيناه بصفر هنا، اول حطيناه بواحد، لو تلاحظون هذا القيمة، لو نكتب هذا القيمة 8 0 قلنا في البداية 1 عشان يطفي الاوسيليتر، بعدين في النهاية خلصنا من الاعداد كله، فحطينا هنا في الاعدادات عندي حطيت 0 0 يعني راح يشغل. اوكي فبيبدأ عندي الحساب. اوكي نشوف. طبعا هنا خلصنا الاعدادات، قلنا هذه الداله اول ما تستدعي راح ترسل هذه القيم الى المسجلات. اوكي فخلنا نشوف هذه الداله اللي من خلالها راح نستخدم الاي سكوير سي عشان نضبط الاعدادات. نشوف هذه الداله، قلنا هذه الداله راح تستقبل عندي قيمتين. اوكي القيمه الاول بايت
البارامتر الاول بيكون بايت، هنا عندي البارامتر الثاني بيكون ايضا بايت. اوكي، عندي الاول يعني اول شرط راح ارسله، اول قيمه راح ارسلها اللي هي الادرس العنوان. اوكي، بعدين البيانات القيمه. اوكي، فلو تلاحظون لو نرجع احنا اول شيء ارسلنا العنوان. اوكي، لو تلاحظون اول شيء عندي في اليسار نبدا اول شيء العنوان بعدين القيمه اللي بكتبها. اوكي، يعني مثلا عنوان الثواني وهذا القيمه حق الثواني. اوكي، الدقائق هذا رقم عنوانه واحد بعدين هذا قيمته. اوكي، فانا عندي اول شيء راح استقبل العنوان بعدين الداتا. فانا عندي هنا اول شيء وش بتسوي؟ عندي الستارت كونديشن. اوكي، الستارت بت. هنا عندي الادرس حق الار تي سي، طبعا هذا ثابت، هذا عنوان الار تي سي اللي الشريحه حق الدي اس 1307، هذا العنوان حق اللي هو دي 0 بالهكسا ديسمال. اوكي، لو نجي في الداتا شيت هنا عندي هذا العنوان حقه. اوكي، هذا ثابت طبعا. لو نجي نكتبه هنا، اول شيء بيكون عندنا 1101، 1101 حطينا 1101 بعدين ثلاث وحايد، ثلاث اصفار عفوا، ثلاثة اصفار. بعدين قلنا البت الاخير بنحطه صفر كتاب. اوكي، فطلع عندي دي زيرو. اوكي، هذا العنوان بلس رايت. اوكي، فانا عندي في البدايه عندي الستارت بعدين ارسل عنوان الجهاز زائد البت الاخير حطيته صفر، يعني اني بكتب. اوكي، لان اصلا احنا بنكتب بنضبط الاعدادات. اوكي، بنسوي القيم. بعدين راح ارسل العنوان، عنوان المسجل اللي راح اكتب فيه، يعني مثلا اذا كان الثواني هذا بيكون صفر، اذا كان الدقائق بيكون واحد وهكذا. اوكي، بعدين عندي القيمه اللي بكتبها. اوكي، يعني مثلا انا حطيت هنا الثواني عنوان زيرو، طيب وش تبغى تكتب في الثواني؟ هنا. اوكي، هذا القيمه الداتا. طبعا هذا البارامتر الاول اللي بستقبله من خلال الداله هنا، الادرس اللي ارسلناه. بعدين عندي الداتا اللي هو هنا، ايضا راح نستقبله من خلال هذه الداله. بعدين عندي في النهايه بعد ما خلصت ستوب. اوكي، اي تو سي ستوب. نرجع المين فانكشن. بعدين عندي بعد ما خلصنا من الاعدادات عندي هنا راح اعرض هذه الرساله هلو في البدايه، رساله ترحيب. بعدين عندي انتظار لمده ثانيه، بعدين امسح محتوى ال LCD. اوكي، بعدين هنا عندي الانفينيت لوب. في الانفينيت لوب عندي داله استدعي هذه الداله، شوف هذه ايش راح تسوي؟ راح تقرا الوقت والتاريخ، هذه وظيفتها. اوكي، فعندي المتحولات قلنا هذا المتحول سكند راح يخزن الثواني، وهذا الدقائق، وهنا عندي الساعات، وهذا الويك داي، وهنا عندي اليوم، الشهر، هنا السنة. اوكي، اوكي، في البداية الثواني وش يساوي؟ الثواني يساوي يستدعي هذه الدالة اي تو سي بعدين زيرو. اوكي، يعني اني بروح لهذه الدالة اول شيء بيستدعي هذه الدالة. راح نشرح الدالة ان شاء الله، اول شيء بس نفهم هذه. عندي نستدعي هذه الدالة اللي راح تقرا محتوى المسجل حق شريحة الوقت اللي هي ار تي سي ريل تايم كلوك، وهنا ارسلنا زيرو. اوكي، يعني كاني قاعد اقول الثواني ايش يساوي؟ يعني روح اقرا لي من شريحة الار تي سي من العنوان زيرو اللي هي الثواني. اوكي، خزن الثواني هنا. اوكي، والدقائق طبعا عنوانه قلنا واحد، والساعة اثنين،
والويك داي اليوم رقم ثلاثة. بعدين عندي اليوم عندي رقم أربعة. عندي اليوم رقم أربعة، أوكي؟ طبعا هذا كله من الريجستر يعني من الداتا شيت، أوكي؟ بعدين عندي التاريخ الشهر رقم خمسة. بعدين عندي هنا الير اللي هو السنة رقم ستة، أوكي؟ فخلنا نشوف هذه الدالة. طبعا نحن قلنا الثواني يساوي نستدعي هذه الدالة ونرسل الأدرس، أوكي؟ لو نجي نشوف هذه الدالة كليك رايت، هذه الدالة راح تستقبل عندي قيمة واحدة اللي هي قلنا العنوان، أوكي؟ بعدين عندي هنا داخل الدالة عندي متحول من نوع بايت، أوكي؟ راح أخزن فيها القيمة المقروءة، أوكي؟ يعني اللي بقرأها، يعني مثلا إذا قريت الثواني راح تكون هنا، أوكي؟ وإذا قريت الدقائق وهكذا، أوكي؟ راح تكون هنا كلها. بعدين عندي في البداية I to see start، أوكي؟ لأن الحين راح أقرأ من شو اسمه من شريحة الـ RTC، فبيكون هنا عندي I to see start بداية الإرسال. بعدين عندي عنوان الجهاز بلس رايت لأني بكتب وش بكتب الأدرس، أوكي؟ بعدين عندي I to see repeated start، هذا راح يسوي repeated start. بعدين عندي device address plus read، اوكي، لان اخر بت كذا غيرناه بواحد، نفس هذا العنوان زائد واحد لاني بقرا الحين، اوكي. نقدر نكتبه بهذه الطريقة او نفس هذا العنوان، اوكي، نفس هذا العنوان نسوي copy، نجي هنا paste بس 1، اوكي. بعدين كذا اذا ارسلت هذا الشيء راح تكون عندي البيانات جاهزه للقراءه. فانا قلت هنا عندي متحول مؤقتا بيخزن القيم اللي راح اقراها، اوكي. فهذا المتحول ايش يساوي؟ يساوي اي تو سي ريد، اوكي. هذا راح يقرا لي ويحطه هذا المتحول، اوكي. بعدين عندي في النهايه ستوب، اي تو سي ستوب. بعدين هذه الداله وش راح ترجع؟ راح تسوي ريتورن للقيمه اللي قراناها، اوكي. يعني مثلا كان ثواني يسوي ريتورن، اوكي. ليه ريتورن؟ لان انا اصلا عندي هنا عندي قيمه، عندي عنوان اللي هو الادرس، اوكي. انا مرسله عن طريق هذه الداله، اوكي. فانا عندي ابي هذه الداله تروح تقرا من العنوان اللي ارسلته وترجع لي القيمة، اوكي؟ يعني انا ابي من هذه الدالة باختصار ترجع لي القيمة، اوكي؟ اللي هي القيمة المقروءة اذا كانت ثواني او دقائق او ساعات وغيرها، اوكي؟ فعندي ريتورن هذا الفيرب اللي حطيناه هنا، اوكي؟ اللي قلنا بيكون فيه القيمة المقروءة، اوكي؟ هذا وظيفة الدالة حق الريد، اوكي؟ بعدين هنا طبعا نفس طريقة الثواني، اوكي، للدقائق والساعة والويك داي، وهنا عندي الداي اليوم الشهر وهنا السنة، اوكي، نفس الطريقة، اوكي. بس هنا نتأكد ان نرسل العنوان، اوكي. قلنا الدالة بتستقبل العنوان وراح ترجع لي ريتورن للقيمة المقروءة، اوكي. بعدين هنا عندي قلنا لابد ان نحول، طبعا هذه القيم بتجيني بي سي دي، اوكي. قلنا شريحة عامل بنظام البي سي دي اللي شرحناه في الفيديو رقم 54. فانا وش اسوي؟ لازم احول. اول شيء بنبدا بالوقت، هنا عندي المصفوفة، قلنا عندي مصفوفة، هذه المصفوفة من عندي هذه العناصر من 0 الى 8، يعني عندي 9 عناصر في التايم. لو نيجي فوق هنا كليك رقم نشوف الديكلاريشن، هنا عندي هذا التايم مصفوفة فيها 9 عناصر، اوكي. فانا هنا عندي في البداية في
element 0 في المصفوفة في العنصر الأول ايش يساوي؟ راح أزيح ال hours إلى اليمين 4 خانات، أوكي؟ بعدين هنا عندي بلس اسكي، طبعا نفس الطريقة اللي شرحناها في الفيديو رقم 54 بالتفصيل شرحناه، كيف نجزأ القيم، كيف نجزأ مثلا يكون عندي بايت كيف أجزأ إلى جزئين، آخذ 4 بتات، أوكي؟ بعدين آخذ ال4 بتات الثانية عن طريق الـ AND operator، أوكي؟ طبعا هذا شرحناه بالتفصيل في الفيديو رقم 54. راح يختصر علينا الشرح هنا، اوكي؟ فبعدين اذا طبعا قلنا في العنوان في المصفوفه في العنصر الاول والثاني بيكون في الساعات، اوكي؟ خانتين للساعات، اوكي؟ لو نجي نشغل عشان يسهل علينا فهمه، عندي اول شيء رساله ترحيب هلو، بعدين هنا عندي التايم يساوي هنا عندي اول شيء قلنا الساعة حطيناه 4، اوكي؟ هنا عندي 04، اوكي؟ فأنا في البداية وش سويت؟ حصلت هذه القيمة أول، هذه الخانة الأولى، اوكي؟ خذيت هذه القيمة، بعدين اللي بعدها، فهذه قلنا عشان نحصل هذه القيمة راح أزيح المتحول حق الساعات 4 خانات اليمين، اوكي؟ بعدين عشان احصل على القيمة الثانية راح نسوي الـ AND operator، اوكي؟ فهذه في البداية بنبدأ من اليسار طبعا هنا للساعات خانتين، بعدين عندي اسوي نقطتين هنا، لو نيجي نلاحظ هنا بعد ما خلصت هنا الخانتين حق الساعة، عندي هنا في العنصر رقم 3 حطيت نقطتين، بعدين عندي في الالمنت نمبر 4 ايضا اسوي نفس الطريقه عشان احصل على الدقائق خانتين، طبعا هذه الخانتين الدقائق بتكون هنا، اوكي؟ فقلنا عشان نحصل على الدقائق نزيح المتحول 4 خانات اليمين، بعدين نحول الى كاركتر عشان نعرضه في ال سي دي، اوكي؟ بعدين نخزن هنا، اوكي؟ بعدين الخانه الثانيه حق الدقائق وش نسوي؟ نسوي الـ AND operator مع الـ 15، اوكي؟ نقدر نكتب هذه القيمة كذا أو نحطها 15، اوكي؟ بعدين أحول إلى كاركتر، اوكي؟ وهكذا. بعدين عندي في النهاية لا ننسى في آخر عنصر الوقت في المصفوفة اللي تخزن الوقت بنحط النول. طبعًا قلنا إذا كان عندي string، string هو عبارة عن وشو؟ sequence of character، اوكي؟ يعني مجموعة من الحروف، مجموعة من القيم، ففي النهاية لابد انه يكون عندي انهي هذا السترينج بنول، اوكي؟ لازم يكون عندي نول، اوكي؟ بعدين عندي نفس الطريقة نسوي للتاريخ، عندي هنا مصفوفة، اوكي؟ في العنصر الأول عندي أول شيء الداي اليوم، ايضا قلنا نفس الشيء المتحول حق اليوم ازيحه 4 خانات لليمين، بعدين احوله الى كاركتر، اوكي؟ بعدين اسوي الاند اوبريتر بنفس المتحول هذا، انزله واحط الاند اوبريتر مع ال 15 هنا بالهكسا ديسمال 0x0f يعني 15، اوكي؟ بعدين ايضا احوله الى كاركتر، كذا حصلنا خانتين حق الدي اللي هو اليوم. بعدين نسوي سلاش، عندي لو نلاحظ هنا عندي خانتين لليوم، بعدين عندي سلاش، اوكي؟ بعدين عندي شهر ايضا خانتين، بعدها سلاش عندي، نجي عندي سلاش، بعدين عندي هذه تلقائيا اخزنها، اوكي؟ 2-0، اوكي؟ يعني قلنا نحن ما راح نقدر نضبط الاعدادات، يعني نكتب مثلا 2015 للسنه، فنحن نكتب ال 20، نحن نكتبها هنا خانتين 20 اللي موجوده هنا،
هذا 2-0 نحن اللي كتبناه، اوكي؟ هذه راح نحصلها من من الشريحة الـ RTC، اوكي؟ لأنها راح تزيد تلقائيا وتكون من ضمن المسجل. فأنا كتبت 2-0، بعدين عندي هذه الخانتين حق السنة، اوكي؟ قلنا نفس الطريقة طبعا، نزيح 4 بتات إلى اليمين نتحول حق السنة، بعدين نحول إلى كاركتر، اوكي؟ وهنا عندي أسوي الأند أوبريتر عشان أحصل على الخانة الثانية، اوكي؟ بعدها في النهاية عندي النول، خلصت من التاريخ عندي النول، اوكي؟ بعدين أنزل تحت عندي LCD Out راح أعرض التايم، بعدين عندي هنا نقطتين، اوكي؟ هنا عندي التايم، هنا نقطتين. بعدين وش ارسل؟ هذا التايم المحول الى نص، اوكي؟ نحن هنا حصلنا على جميع الخانات حق التاريخ حق الوقت عفوا. هنا التايم عندي مصفوفة، خلاص انا كذا خزنت كل الخانات حق الوقت، وطبعا لابد ان نحولها، قلنا نحولها الى كاركتر، اوكي؟ فكذا جمعت كل الكاركترات، صار عندي سترينج، اوكي؟ فاعطينا التايم، بعدين احط نقطتين، بعدين ارسل في نفس السطر ارسل التايم، هذا التايم اللي حولته الى سترينج، اوكي؟ بعدين عندي ايضا نفس الشيء ديت، بعدين نقطتين اللي هو التاريخ، ارسل الديت التاريخ المحول الى نص، كده بيعرض لي في ال LCD. بعدين عندي لو نرجع للمين فانكشن، خلصنا من هذه الدالة، بعدين عندي امر انتظار ثاني، اوكي؟ 1000 ملي سكند يعني ثانية. فهذا هو الكود عندي، طبعا الكود بسيط جدا. هنا عندي يمكن يكون اصعب شيء اللي هو البي سي دي، كيف حصلنا على هذه القيم؟ طبعا شرحنا هذه بالتفصيل في الفيديو رقم 54، سوينا مشروع كيف نقدر يكون عندي متحول، كيف اقدر اجزأ الى جزئين واحول الى بي سي دي، اوكي؟ طيب نجرب نضبط شريحة الـ RTC نفس التاريخ اللي عندنا. طبعا هنا عندي 4 19 4 شهر 4، عندنا أبريل 19 2015، أوكي؟ والوقت عندي يعني تقريبا الساعة 1 12:55 صباحا، أوكي؟ أنا أجي نضبط التاريخ، نرجع الكود، هذه الدالة اللي set time date راح تضبط لي الوقت والتاريخ، كنا الثواني زي ما هو، والدقائق عندي 55، هنا عندي 55، فقلنا 0x55 بي سي دي. بعدين عندي ساعة، نحط 12 ويك، ودخل نفس الشيء هذا ويك، هذا الويك داي على نفسه. بعدين عندي في اليوم عندي 19 شهر ابريل اللي هو 4 04، طبعا عفوا 04 لا ننسى. بعدين عندي السنة 2015، اوكي؟ زي ما هي، خلاص كذا. لو اجي اشغل لو نلاحظ التاريخ 19/4/2015، الساعة عندي 12:55، طبعا هنا عندي 56، يلا نقدر نعدلها هنا، حط 56.
في معلومة مهمة ما ذكرت، ان هنا عندي امر انتظار لمدة 1 ملي سكند اللي هي 1 ثانية. اوكي، اذا نحن سوينا شو اسمه فحطينا الابليكيشن في الريل هاردوير، ما راح نحتاج هذا الامر. انا حطيته في المحاكاة، لان عندي في المحاكاة اذا ما سويت امر الانتظار ما تشتغل عندي الدائرة بشكل صحيح. اوكي، اما في الريل هاردوير ما راح نحتاجه. اوكي، وبعدين عندي اذا نروح لهذه الدالة اللي قلنا تضبط الوقت والتاريخ، اذا خلاص ضبطنا الوقت والتاريخ وخلصنا كل الاعدادات، نشغل الدائرة، بشغل عندي الدائرة واتأكد ان حطيت البطارية، قلنا لابد ان يكون عندي فيه بطارية. هنا قلنا هذا القطب حق الار تي سي، نوصله بالقطب بالموجب حق البطارية، والارض حق البطارية مع الارض حق الدائرة. اوكي، فلابد اتأكد ان البطارية تكون موصلة بعد ما اخلص الاعدادات واسوي بيض للكود. بعدها اجي الغي الاعدادات. ليه؟ لان اذا خليت الاعدادات وما الغيتها، خليت هذه الداله، كل ما اسوي ريستارت، اذا حصل عندي ريستارت في الدائره، اعاده تشغيل، راح يرجع الوقت زي ما ضبطنا اول مره. ليه؟ لان الريستارت قلنا بيبدا من جديد، بيجي من الفانكشن من جديد، يسوي التعاريف من جديد، ويسوي الاعدادات من جديد. اوكي، فنحن ما نبي هذا الشيء. يعني تخيل علق عندك السيستم وسويت ريستارت، ف كذا بيعد لك الوقت من جديد اول مره ضبطته. اوكي، فنحن بعد ما نخلص كل الاعدادات نتاكد ان نحط البطاريه. اوكي، بعد ما حطينا البطارية كل شيء وضبطنا الإعدادات وشفنا الوقت ظهر عندي بالشكل الصحيح، يعني مثلا جيت شغلت الدائرة وشفت عندي الوقت والتاريخ شغال عندي كل شيء، أجي أتأكد إن البطارية موصولة. أوكي، بعدين أجي أبرمج من جديد. أول شيء ألغي هذه الإعدادات لأن كذا خلاص ما راح نحتاجها. أوكي، بعدين أسوي بيلد من جديد وأنزل الكود إلى المايكرو كنترولر. أوكي،